السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي اللي بيتابعوني على قناة المتواضع على اليوتيوب. لقاء متجدد معكم مهندس وليد عمارة. هنتكلم النهاردة عن كسر قفل التنشيط في أجهزة الآيفون. عن طريق الجايلي بريكن هو نظام بتستخدمه على جهاز الحاسوب بتاعك، تقدر من خلاله بتخش طبعا عن طريق F12 بعد ما بتسطب نسخة الجايلي بريكن على الفلاشة بتاعتك، بتبدأ طبعا توصل التليفون بتاعك بجهاز الكمبيوتر، وبتضغط مع بداية التشغيل على F12 علشان يدخلك على الفلاشة. وطبعا الفلاشة اللي بتكون ناسخ عليها نسخة الجايلو بريكن بتكون فلاشة فاضية، بحيث طبعا الملفات اللي عليها تتلف تماما ومش هتقدر تسترجع. بتبدأ تنسخ عليها النسخة بتاعتك الجايلو بريكن، وبتبدأ من خلال طبعا الدخول بF12 هتبدأ تعمل بعض الإعدادات، وبعدين بنضغط على بعد ما نعمل الأوبشن بتاع اللي احنا النظام الفورمات أو نظام الكسر بتاعنا، بنبدأ نضغط على ستارت وبعدين أوكي. تظهر لنا القائمة الحمراء اللي انتوا شايفينها ديت، هنضغط على أوكي وبعدين نيكست. تمام، طبعا في مشكلة في التوصيل، فأنا يمكن أعيد الطريقة من تاني علشان تبقى واضحة قدامكم. طبعا احنا هنعمل على نيكست، هنضغط انتر. تمام، هيبدأ يعد. تمام، يبدأ يحاول يخش على التليفون بتاعنا. طبعا هنا شاشة توضيحية بتقول ان احنا هنضغط على ازرار الباور مع ازرار الهوم الاتنين مع بعض علشان يبدأ في تسطيب النسخة بتاعة الكسر. هنضغط على الزرارين مع بعض، مجرد ما يبدأ الجهاز يفتح معانا بنشيل ايدينا من على زرار الباور. طبعا هنا بدأ يحمل النسخة. طبعا ديت بتنفع مع بعض الأجهزة اللي عند ايزو. طبعا هنا بينزل السوفت او نسخة الكسر زي ما انتم شايفين على جهاز الايفون، ان هو بيبدأ يخش بنظام برمجي على الجهاز ويحاول يكسر قفل التنشيط. ممكن تنفع مع بعض الأجهزة من أجهزة آيفون لعند ايزو 14 و5.